السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العنود أو عنودي اكس او. اليوم يا حبايب قلبي بكمل لكم شرح قصة ألعاب سيسلي المرعبة، فاللي ما شاف الجزء الأول يشوفه ضروري، راح أحط لكم رابط المقطع الأول تحت بصندوق الوصف. فقبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على رسول الله وجيبوا لكم شيء تاكلونه أو تشربونه عشان تستمتعون معاي بالقصة. والحين خلونا نكمل الرعب. حنا عرفنا بالفيديو الأول أن سيسلي وأصحابها أطفال حقيقيين، لكن اختفوا بشكل غامض، وفي شخص مجهول اسمه الوجه الأحمر المبتسم، وهو المسؤول عن قتلهم وحبسهم في داخل ألعاب سيسلي. برضو عرفنا أن ألعاب سيسلي يتم التحكم بها من قبل الشخص المجهول نفسه. الحين ننتقل لشرح الأجزاء الثانية. الجزء الثاني من سلسلة ألعاب سيسلي اسمه عيادة سيسلي. تتكلم قصة الجزء الثاني عن سيسلي وهي تعالج المرضى اللي يجون لعيادتها، وذكرت شغلة مرة مريبة أن ناس كثيرة صارت تتأذى وصار عندها جروح وكدمات، وكأنها تلميح لعمل الخاطف اللي هو الوجه الأحمر المبتسم. المريض الأول كان وضعه طبيعي ومجرد زكام، لكن لما ننتقل للمريض اللي بعده واللي اتضح أن آدم صديق سيسلي، راح يقول شيء مرة غريب ومرعب، وهو أنه يعاني من كوابيس لذيك الحادثة واللي ما تم ذكر أي حادثة بالضبط، لكن كلنا نعرف أنه يقصد حادثة مقتله هو وصديقاته سيسلي وميلاني. ولما شالت سيسلي القناع بنلاحظ أن عين آدم مو بعين طبيعية أبداً، والسبب لونها والإفرازات اللي طالعة منها، وواضح إنها عين شخص ميت ومتعفن من فترة. ولما نجي ننتهي من عملية شفاء آدم بيطلع لنا بخانة الشخص المتحدث اسم أليكس، وحنا نعرف إن اسم آدم مو بأليكس، لكن الواضح إن هذا اسم آدم الحقيقي، وممكن تم تزييف اسمه باللعبة زي ما صار مع سيسلي لما طلع اسمه الحقيقي سيليا. أيضا في معلومة مهمة، وهي أن الجزء الأول من ألعاب سيسلي اللي اسمه سيسلي بلاي تايم، لما اللاعب يختمها راح تنفتح له إضافتين، إضافة للعبة ميلاني وإضافة للعبة آدم، بس فيديو إضافة آدم لسه ما نزل بقناة المؤلفة. ولما ينتهي اليوم الأول من اللعبة راح تتحول الشاشة لسواد، وفي شخص يتكلم والواضح إنها سيسلي، وكانت تقول أنا تعبت من هالشغلة، لمتى راح نستمر نسوي كذا، وأنا اشتقت لأمي مرة كثير. في اليوم الثاني من اللعبة راح تظهر سيسلي بملامح ملتوية ومرعبة، بعدين تدخل ميلانية للعيادة وتتكلم مع سيسلي وتقول لها أنت كيف للحين مستمرة تسوين هالشي، وليش ما تترددين أنك تسوين هالأمور. طبعا ميلاني قصدها كيف سيسلي للحين مستمرة تلعب، لكن الشيء المرعب أن سيسلي عرفت إيش اللي تعاني منه ميلاني، وقالت للاعب خلنا نعرف إيش هي الأماكن اللي لمسها الرجل المجهول في جسم ميلاني. وهنا ميلاني تغيرت ملامحها بالكامل وبدت تبكي، وراح نشوف أسهم تأشر على أماكن الاعتداء في جسم ميلاني. وفي نهاية الفيديو بنشوف كلام سيسلي وهي تعتذر بشدة لميلاني لأنها أذتها زي ما سوت قبل شوي، وبعدين قالت إن هالشي مو بيدي، وأنا أعرف أنك يا ميلاني تبين تموتين بسلام زي ما إحنا نبي نموت بسلام، لكن هو أيضا محبوس معانا بداخل اللعبة، وطبعا كانت تقصد الشخص الأحمر المجهول. لكن الغريب أن لو تركزون بصوت الخلفية بتسمعون صوت أطفال يلعبون، والواضح أنهم يلعبون بحديقة، فهل ممكن تكون هالحركة تلميحة لكيف تم اختطاف الأطفال اللي هم سيسلي وأصحابها، أو ممكن تلميحة أن يعني الخاطف خطف أطفال أكثر غير سيسلي وأصحابها؟
وفي الثواني الأخيرة من الفيديو راح نسمع صوت ناس تصارخ وتبكي وكأنهم قاعدين يحترقون جوا النار. الجزء الثالث من السلسلة اسمه مخبز سيسلي، والمطلوب منك باللعبة انك تطبخ كيكات ميلاد اصحابك ادم وميلاني. الوضع كان غريب من البداية، لان لما سيسلي كانت تشوف قائمة مكونات الكيك اللي يحبها ادم كانت في كلمة لايك لكن مكتوبة بطريقة غلط، بس لو تركزون بالكلمة كويس وتشلون حرف الكي بتطلع الكلمة لاي يعني كاذب. ويوم ادم اخذ الكيكة فجأة تصير الشاشة سوداء وتختفي سيسلي ويجي بدالها شيء أحمر دائري وباعتقادي شكله كأنه قلب إنسان. لما يجي دور ميلاني وتاخذ كيكتها بتتحول الشاشة لسواد مع ظهور دفتر يوميات سيسلي، وهنا بداية الصدمة لأن سيسلي اكتبت كل شيء صار معاها. يعني عرفنا ان الشخص الاحمر المبتسم هو عم سيسلي، وهو اللي خطفها وقتلها وحبسها، وايضا لو ركزتوا انه هو ايضا اللي سوى لعبة الفيديو هذه واهداها لها بمناسبة ميلادها، وصارت بعدها محبوسة فيها هي واصحابها. بعد ما قرينا مذكرات سيسلي راح تظهر شاشة الطبخ، لكن مقادير الكيكة مجهولة، بس لما تنطبخ راح تطلع الكيكة عبارة عن قلب ينبض، والواضح انه قلب سيسلي لانه جت لقطة سريعة بداخل الغابة نفسها ونشوف العم وهو رايح لسيسلي اللي بدأت تصرخ بشكل مرعب. نجي الحين لآخر شيء، وهي إضافة ميلاني واسمها غرفة نوم ميلاني. في إضافة ميلاني مطلوب منك أنك تساعدها في ترتيب ديكور وأثاث الغرفة، لأن آدم راح يجيها عشان يحلون مع بعض واجباتهم المنزلية.
الوضع بالبداية كان طبيعي لين نوصل عند ديكور معين على شكل قلوب، وبنشوف ان في شخص مجهول واقف برا عند نافذة غرفة ميلاني وقاعد يراقبها. بعدها في احد كان يطق باب البيت، وبعدين طلعت لنا رسالة او ملاحظة كان مكتوب فيها ان ادم ممكن ما يجي اليوم لان الوقت تأخر مرة. ولما راحت ميلاني تشوف من عند الباب اللعبة كانت ترفض خيار نو، فلازم اللاعب يضغط على خيار يس. والغريب ان ميلاني يوم فتحت باب البيت ما كان في احد، فقامت ميلاني سكرت باب البيت ورجعت لغرفتها عشان تنام. وهنا الرعب يبدأ لما نشوف ان ميلاني تحولت لشكلها الحقيقي مو بالكرتوني، وبشكل مفاجئ يقتحم عم سيسلي بيت ميلاني ويعتدي عليها. وبعدها ميلاني بدأت تبكي بشكل مرعب، وفي نهاية الفيديو راح تجي عبارة مكتوب فيها ان انت نسيتي تقفلين باب البيت. اوكي يا جماعة، انا عندي الحين نظرية واحدة وبقولها، وممكن تكون نظريتي صح او غلط. جميع العاب سيسلي كلها تم صناعتها من قبل عم سيسلي، لكن الواضح ان هذا مو بعمها الحقيقي، انما شيطان متنكر على هيئة عمها، والدليل رسمة سيسلي لعمها وكان بدون وجه او بدون ملامح، وايضا اللون الاحمر دلالة على الشيطان. وبرضو لو تتذكرون صوت الناس اللي كانت تحترق جوا النار وتصارخ، هذا يثبت أنه شيطان وحابس ناس وأطفال غير سيسلي وأصدقائها. وبس يا حبايبي، إلى هنا وصلنا لنهاية قصة ألعاب سيسلي. أتمنى أنكم استمتعتوا معي بالشرح. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش رايكم في القصة، وعطوني ايش تحليلاتكم ونظرياتكم. وبس يا حبايبي، قبل لا ننهي لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، اشوفكم بإذن الله في مقاطع ثانية.